هو انت فرحان لمصر ولا فرحان لبركات وشيتوس؟ انا الحقيقه فرحان لمصر طبعا الاول، وفرحان لبركات وشيتوس بالمناسبه لانه زملاء ملعب، فلما بركات ينجح في مكانه كمشرف على المنتخب، وشيتوس الحقيقه ودوره الكبير اللي هتكلم معاه فيه دلوقتي في فوز او في وصول منتخبنا لاولمبياد باريس والوصول لهذا المستوى الرائع الحقيقه يستحقوا ان انا افرح بيهم واتبسط بيهم. خلوني ارحب بوائل رياض شيتوس ابن النادي الاهلي والمدرب العام لمنتخب مصر تحت 23 سنه المتاهل لاولمبياد باريس ووصيف كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. مبروك يا شيتوس. يا شاطر يا تولم. مبروك يا شيتس. الله يبارك فيك يا رب. الف مبروك يا حبيبي. يعني الناس بقول لك كانت بتقول لي انا فرحان لمصر وفرحان لبركات وفرحان لشيتوس، فرحان لروجيرو على فكره، يعني انا ما اعرفوش طبعا، ولكن انا بشوف ان هو واحد من المدربين الجيدين، ولكن بوجهه نظري ان الطاقم المصري ووجود وائل شيتوس ووجود بركات ووجود بقيه الطاقم طبعا كل الناس اللي موجوده لهم دور مهم جدا 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 في الوصول بالفريم اللي احنا شايفينه لهذا المنتخب الرائع اللي كان بالنسبة لكثير من الناس مفاجأة شيتوس. طيب يعني الجزء الأولاني بس اللي ليه علاقة بأن لما يبقى فيه اتنين صحاب أو مجموعة صحاب وعشرة وأكلوا مع بعض عيش وملح وبيفرحوا لنجاحات بعض، ده شعور منطقي وطبيعي طبعا. جدا لأن أنا لما أنت بتعمل برنامج جديد أو بتعمل حلقة مميزة في برنامجك بتلاقيني ببعت لك وبهنيك طبعا. لأن ده شعور طبيعي إن احنا لازم نبقى واقفين جنب بعض ونفرح لبعض. طبعا الفرحه لمصر دي حاجه يعني دي حاجه جوانا يعني حاجه جوانا وحاجه مخلوقه جوانا يعني. الحمد لله كابتن اسلام طبعا ربنا وفقنا بشكل كبير جدا. انت يمكن بتقول ان انت ما تعرفش مستر ميكالي، انما بتحس كده ان في اخلاص في العمل من طاقم العمل كله، سواء الطاقم الفني او الطاقم الاداري او الطاقم الطبي او الطاقم الجهاز المعاون، كل الناس بتشتغل بضمير، كل الناس كان عندها هدف من اول لحظه ان هي تعمل بجد وباخلاص شديد جدا عشان نوصل الاولمبياد، لان كان عندنا طموحات يعني جماعيه وطموحات شخصيه. وانا شايف ان بركات لما عمل الجهاز الفني ده، وهو يمكن اللي كون الجهاز الفني ده مع مجلس اداره اتحاد الكوره، كان عندهم ذكاء شديد جدا جدا جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هم خلقوا الحتتين دول، خلقوا ان ناس تيم عايزين يعملوا مجد جماعي وهو الوصول للاولمبياد ده لصالح مصر طبعا، ومجد شخصي لكل واحد. ميكالي اخذ ميداليه اولمبيه مع البرازيل عايز يكررها مع مصر. وائل رياض وصل الاولمبياد مع الجيل اللي فات عايز يوصل للجيل ده. هتلاقي بقى واحد واحد من الجهاز الفني والطبي والاداري عندهم نفس الطموحات ونفس الاحلام الشخصيه اللي اتكونت كلها واتجمعت عشان تبقى حلم جماعي لينا كلنا وهدف جماعي لينا كلنا ان احنا نوصل الاولمبياد. وقد كان الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نتحدى الصعاب من ان انت بتلعب بطوله خارج ارضك مع فريق منافس ليك بشكل قوي جدا زي المغرب، مسيطر على افريقيا الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه. فانت بتتكلم في ظروف قدرت ان انت تتغلب عليها، ظروف ان انت برضو كمنتخب اولمبي اتجمعت فترات مش كبيره، كنت بتتجمع في الاجنده الدوليه بس، الانديه بتبقى عايزه لعيبتها بتتعاون في فتره وفتره ثانيه بيبقى عندها حق عشان اللعيبه بتاعتها المحترفه ديت بيستفيدوا منها. ففي صعوبات كتير، انما ربنا في الاخر لما بيلاقي مجهود وتعب واخلاص واجتهاد اكيد بيبقى ناتج توفيق عنه. ده اللي حصل، احنا وصلنا للاولمبياد. مجموعه اللاعبين اللي انتوا كونتوهم الحقيقه ازاي وقدرتوا توصلوا لهذا التشكيل والمجموعه اللي موجوده دي، على الرغم ان هم تقريبا معظم، وهنا انا بقول بقى الدور المصري، دور شيتوس، دور مجموعه العمل كلها طبعا، ولكن اللعيبه دي معظمهم تقريبا، وميكالي طبعا لكن انا بتكلم على دور الجزء المصري، يعني الدور الفني بالظبط للمصري. فبالتالي انا بشوف ان معظم هؤلاء اللاعبين كمان ما يعني مش عارف اقولها ازاي احتراما لهؤلاء اللاعبين، يعني ما بيشاركوش بشكل كبير مع معظم كلهم باستثناء 3 4 فقط على ما اتذكر يعني. فان انت تعمل التشكيله والتشكيله الحلوه دي حاجه حلوه. من اول يوم قابلت فيه مستر ميكالي، يوم التعارف زي ما بيقولوا كان شهر 8/2022، قعدت معاه في الاوتيل وقدمت له تقرير بحوالي 130 لعيب. ال 130 لعيب دول قلت له دول العصاره والخلاصه بتوع مواليد 2001 و2002 في مصر.
للامانه ال 23 لعيبه كابتن اسام اللي سافرنا بيهم اللي سافرنا بيهم بطوله افريقيا فيهم 22 واحد من الاسامي اللي انا كنت مقدمها، واحد بس هو اللي كان خارج ال 120 لعيب وهو احمد عاطف قطه لاعب المقاولين العرب، لان ما كانش يعني ما كانش على الساحه خالص اوكي خالص، ما كانش موجود في الساحه خالص، ولكن استدعيناه قبل مباراه زامبيا، اتفرجنا عليه مع المقاولين العرب لما تم تألقه يعني مع المقاولين، هو ده اللعيب الوحيد، فده يعتبر انجاز برضو للطاقم المصري اللي حضرتك بتتكلم عليه، مساعد ان احنا ان انا ساعدت مستر ميكالي بشكل كبير ان هو يقدر يتعرف على اللعيبه، وقد كان الحمد لله الاختيارات كانت موفقه، وصلنا لتشكيل عملنا ميكس كده عارف ما بين ايه، احنا عندنا نسبه مشاركه اللعيبه مش كتير، بالظبط انما قدرنا نعمل ميكس بحيث ان بتتغلب عليها ازاي؟ يعني فنيا الحاجات دي، وبلاش فنيا بدنيا، بتتغلب على هذه الامور ازاي؟ انا عندي لعيبه احنا بيلعبش معانا راجل برازيلي كويس جدا مخطط احمال، معانا طقم طبي محترم جدا بقياده دكتور طارق سليمان ودكتور صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي، وكمان دكتور قاسم ادري اخصائي التاهيل، والاثنين مدلكين محمد احمد واحمد شوي، الخمسه الخماسي ده طبعا كان ليه دور كبير جدا يا كابتن اسلام في الاستشفاء، لان انت مهم جدا 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 استشفاء اللعيبه بعد المباريات وبعد الضغط السفريات اللي احنا عاملين من كازابلانكا للرباط ومن الرباط لطنجه ومن طنجه نرجع على الرباط، كل الكلام ده فيه ارهاق بدني على اللعيبه بشكل كبير، بتلعب كل 48 ساعه مباراه او كل 72 ساعه بتلعب مباراه، فكلها ضغط عصبي عشان عايز توصل للاولمبياد، كل الكلام ده قدرنا ان احنا نتغلب عليه بجرعه تدريب فني مقنن بالاضافه للريكفري او لاستعاده الشفاء اللي كان معمول على اعلى مستوى، كنت تخش العياده بالليل تلاقي كل اللعيبه يعني احنا ما كانش عندنا اصابات كتير، ولكن كل اللعيبه قاعده، اللي بيتدلك اللي بيعمل جهاز استعاده الشفاء اللي بيعمل مش عارف ايه، يعني كل واحد عارف شغله، كل واحد بيعمل شغله بشكل كبير جدا، وهو ده اللي ساهم بشكل كبير ان الفريق المصري يوصل ويظهر بالشكل البدني والفني المميز اللي ظهرنا عليه. الفتره اللي جايه فتره صعبه سنه، ولكن هي فتره صعبه لانه زي ما قلنا وزي ما كلنا متفقين ان معظم هؤلاء اللاعبين ما بيلعبوش. هل من المتوقع أنا أعتقد ان الموضوع هيتغير. ايوه لسه كنت هسالك. طبعا لما انا اريك ده 10 سنين يعني، فعارف اللي انت متوقع ان انت لا اصل انا مش عارف مين كان مره، احد الضيوف قال لي احنا لازم نجبر المديرين الفنيين ان هم يلعبوا اللعيبه دي، فانا قلت له لا مش هتقدر تجبر المديرين الفنيين، لا مش هتقدر تجبر حد ان هو يلعب، انما في الاخر احنا متوقعين ان بعد البطوله بتاعت افريقيا احنا شلنا شويه التراب اللي موجودين على اللعيبه ونورناهم لانديتهم، انديتهم ابتدت تاخد بالها منهم ان هم لعيبه يطلع منهم منتج كبير جدا ومنتج محترم جدا يمكن الاعتماد عليهم. طبعا طبعا انا اعتقد ان احنا السنه دي هتبقى سنه مختلفه في المشاركه عن السنه اللي فاتت يا رب. انا ده اعتقادي وده يعني تخيلي الفني الفتره اللي جايه، ان اولادنا هياخدوا بشكل مستمر، هيتالقوا بشكل كبير، هي سنه زي ما انت بتقول، بس هي في عمر المنتخبات ما بتبقى سنه، لا لان هي بتبقى اجندات دوليه بتاع حوالي 3 4 اجندات بس، ما عندكش حاجه يعني، انت عندك 9 10 11 وشهر 3 ادي 4 اجندات، والبطوله في شهر 6 فخلاص، يعني انت 4 اجندات، الاجنده اقول اسبوع، فانت عندك اقل من يعني شهر تقريبا يعني فعليا عندك شهر اعداد على سنه، فاهم قصدي؟ يعني شهر قول هتاخد عليه اسبوعين مثلا، فيبقى انت شهر ونص مثلا اللي جمعت في السنه دي كلها. بالظبط بالظبط. فانت الموضوع في المنتخبات مختلف، انا ما عنديش سنه، فبعدت تيم لمده سنه، فعمال بقى اتجمع كل يوم ومرن كل يوم واحفظ كل يوم، لا عشان كده دايما بنقول ان مدربين المنتخبات ليهم طابع مختلف عن طابع الانديه. طبعا طبعا بيبقى الموضوع مختلف خالص، ويبقى شغلهم مختلف خالص، فكل ما واحد بيقدم في المنتخبات كل ده بيبقى حاجه كويسه طبعا. طبعا كابتن وائل، ال 23 لاعب، هل من الممكن ان يكون هناك فرصه للاعبين اخرين خلال الفتره اللي جايه؟ طبعا باب المنتخب مفتوح يعني على مصراعيه لكل لاعب يتالق في الدوري المصري مواليد 2001 و2002 و2003، يعني ده حاجه طبيعيه جدا، وده يمكن مستر ميكالي صرح بيه في اكتر من مكان، ان احنا قبل البطوله يمكن كان في ناس عايزه ننزل ونتفرج عليهم ونشوفهم
وانما قلنا ان احنا ما فيش وقت خالص نضم ناس جديده للمنتخب الاولمبي قبل بطوله افريقيا، انما قلنا في حاله التاهل للاولمبياد باذن الله هنقدر ان احنا نتفرج، لان هيبقى عندنا متسع من الوقت والبطولات كلها هتشتغل من اول وجديد، دوري جديد وكل حاجه، فهنبدا نتفرج بشكل كبير على الناس، واللي عنده فرصه اللي يتالق اكيد عنده فرصه انه ينضم. شيتوس، الناس اتكلمت على طبعا وقوف الوزير اشرف صبحي مع المنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي فاتت بالكامل الحقيقه، ووجوده في استقباله او استقبال المنتخب الاولمبي في المطار، وبالتالي شيء جيد جدا. وايضا الناس اتكلمت على الوقفه اللي كان واقفها، اعتقد ان هي كانت دي صوره، والدكتور اشرف دخل اتكلم معاهم وهم قاعدين كده، صح؟ لا لا، صح، انا بتكلم صح؟ ده بتتكلم صح جدا، لانك انت اصل انا ما بس انا عارف ان دي وقفه صوره او حاجه، يعني دي وقفه صوره، فاحنا بننظم الوقفه بتاعتنا. ايوه فبننظمهم وكده. فدكتور اشرف بيقول يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه كذا، ما فيش ثانيتين ودخل معانا وقف في الصوره، فهي واحد من الجنب. هو في حد، هي في صوره في الدنيا تتاخد من الجنب؟ لا طبعا، يعني ما فيش صوره تتاخد من الجنب بالطريقه دي. لا، هنا كان بيتم تكوين الصوره علشان تتاخد صوره مع دكتور اشرف، تظبيط الصوره. بيتم تظبيط الصوره. فالدكتور اشرف بيقول يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه، فخلاص كنا احنا وقفنا الولاد ونظمنا الولاد، والدكتور اشرف قال كلمه يعني ما تتعداش ال 30 ثانيه وجي وقف ورانا. لان انت عارف هي اتاخدت في اتجاهات اخرى يعني، لكن انا اول ما شفتها حد بيسالني قلت لهم يا جماعه ده للامانه يعني. سيبك بقى من موضوع الصوره ده، عشان الموضوع ده موضوع بقى يعني مش ممكن. انت سمعته طبعا؟ ها يعني سمعته طبعا، يعني موضوع يعني سمعته وقريته على السوشيال ميديا. انا بصراحه لما حد جه سالني قلت لهم يا جماعه احنا لما حد اول ما بتخش اول حاجه بتعملها ايه؟ بتقف عشان تاخد صوره، فدي وقفه صوره قبل ما اشوف اي حاجه. بالظبط. لا واحنا اصلا يعني مرتبين الدنيا ان احنا عايزين ناخد صوره رسميه، يعني مش موضوع ان احنا نازلين اجتماع، ده احنا نازلين ناخد صوره. مظبوط. انما خليني اكلمك يا كابتن اسلام في نقطه ليها علاقه بدعم الدكتور اشرف صبحي، اللي بالامانه عمل شغل قوي جدا مع المنتخب الاولمبي. صحيح. وكان داعم بشكل كبير جدا ومعانا في كل حاجه، وكان بيبعت لنا فيديوهات تحفيزيه واحنا موجودين هناك في المغرب، لان هو ما كانش موجود معانا في السفريه، انما كان بيبعت لنا على طول، وكان في تواصل دائم، والراجل يعني ما سابناش. انا بشكره من خلال برنامجك، عايز اشكر حبيبك طبعا وانتيمك وجبهتك محمد بركات، اللي اثبت بشكل كبير جدا ان هو لما كلف بمهمه وطنيه وبمهمه ان هو يكون مشرف على منتخب من منتخبات مصر، قدر ان هو يوصل بيها لهدف بنسبه 100% وهو الاولمبياد. وهو يمكن كان وعد ان انا اروح الاولمبياد وفعلا اوفى بوعده، وهو طبعا انت عارف بقى بركات يعني ما يتوصلش يعني. طب مقضيها ازاي هناك؟ قالب وشه ولا بيهزر وبيضحك وبتاع؟ كده وكده يعني، ساعات كده وساعات كده. ساعات كده وساعات كده. تالي بعد الماتش الاولاني انا اخد جنب اشوفه هيعمل ايه، داخل في اطار هيهزر اهزر هعمل ايه، هيقلب وشه اشوف هيقلها يعني هنعمل ايه. انما هو كان نموذج، وكل الناس كانت مبسوطه بيه بشكل غير طبيعي، لان هو كان عارف، كان فعلا رفع الضغط العصبي اللي كان موجود على الجهه بشكل كبير جدا. فبحييه طبعا من خلال برنامجك، وعارف ان انت بتحبه، وكنت مبسوط جدا لنجاحه طبعًا ونجاحنا طبعًا كلنا، فحبيت ان انا احييه من خلالك يعني. حبيبي وائل، بكره ماتش اهلي وزمالك، وانت لعبت مباريات اهلي وزمالك بشكل كبير جدا، شايف هذه المباراه بشكل عام ازاي؟ مش عايزك تتكلم عن الاهلي كويس ولا الزمالك، لا انا عايزك تتكلم بشكل عام، لان انت دلوقتي في وضع راجل مدرب منتخب مصر، وبالتالي عندك لعيبه من الاهلي وعندك لعيبه من الزمالك، وبالتالي المباراه مثل هذه المباريات عموما، خصوصا الاهلي خد الدوري، الزمالك ثالث او رابع هيروح كده كده الكونفدراليه، مش فارق معايا يعني، الاهلي مش فارق معايا كده كده خد الدوري، ازاي المباراه دي تبقى حلوه؟ ازاي اللعيبه تخش هذه المباراه؟ بص، هي فيها كذا نقطه. النقطه الاولانيه، وانت كنت استاذ مباريات قمه يعني اهلي والزمالك، عارف ان هي مهما كانت المباراه تحصيل حاصل، ولكن طبعًا هي مباراه قمه ومباراه بطوله، وبنبقى مركزين بشكل كبير جدا كاهلي وكزمالك للامانه. صحيح صحيح. هما الفرقتين الصراحه ما عندهمش حجه ان هم يطلعوا لنا ماتش كويس، نفسنا نشوف ماتش حلو. الاهلي منتشي واخد بطولات وعامل شغل كويس جدا، ويعني الناس كلها مبسوطه بيه وبنجاحاته، فما عندوش اي ضغط عصبي على البونت والثلاثه بونت والكلام ده، فالمفترض يبقى بيلعب بهدوء والدنيا تبقى حلوه جدا.
الزمالك الفترة الأخيرة مع أسوريا عامل شغل كويس جدا برضه، ابتدوا يفهموا طريقته وابتدوا يعملوا مردود كويس، ابتدوا يلعبوا وبيلعبوا المفترض مفيش ضغط عصبي عليهم، لا بيلعبوا عشان يخشوا مركز ولا أي حاجة. فأنت المفترض برضه نادي الزمالك برضه ما عندوش حجة إن هو ما يطلعش ماتش كويس. فإذا الفرقتين المفترض إن هم هاديين جدا، هاديين جدا. فالطبيعي الطبيعي والمنطقي إن احنا بكرة نتفرج على كورة محترمة، كورة كويسة، كورة تليق باسم الفرقتين، كورة تليق بصداقات الفرقتين بره الملعب، أيوة. كورة تليق بالجمهور اللي موجود، كورة تليق ب ب ب ب ب يعني عايز أقول إيه، إحنا فعلا نستحق والكورة المصرية تستحق إن يبقى عندها فرقتين زي الأهلي والزمالك يطلعوا لنا مباراة قمة، الدول العربية كلها والإفريقية تتحكى بيها كابتن بأمانة. رأيك في موسم النادي الأهلي أخيرا يعني مع مارسيل كولر؟ لا موسم ناجح بشكل كبير جدا، ويمكن انا كنت قلت قبل كده ان القرار التاريخي اللي اتخذته اداره الكره في النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي براحه اللاعبين وقت ما كان خلاص فقد الدوري السنه اللي فاتت، ده كان قرار تاريخي، قرار مدروس جدا. يمكن كان في ناس معارضه للقرار دوت، انما اتضح ان القرار دوت كان ليه دور كبير جدا في ان اللعيبه تظهر بعد كده بشكل كويس قوي الفترات اللي موجوده السنه دي. فموسم ناجح بشكل كبير. كولر لما ابتدى يفهم الكره الافريقيه شكلها عامل ازاي والكره المصريه شكلها عامل ازاي ابتدى يقدم مردود كويس جدا، اللعيبه بتادي بشكل كويس مع كولر. فانا شايف ان هو موسم ناجح للنادي الاهلي بشكل كبير قوي. نتمنى يا رب ان شاء الله كل التوفيق، واتمنى لك يا رب موسم ناجح وسنه تكون دائما جميله بعد الصعود للاولمبياد. انا برضو عايز برضو انا عايز برضو يعني معلش في عجاله كده، لا اتفضل، احيي الجهاز الفني والاداري والطبي للمنتخب الاولمبي طبعا، وخاصه الجهاز الاداري كمان كابتن محمود حرب مدير المنتخب ومعاه كابتن عمرو سلمان الاداري، الاثنين كانوا عاملين شغل قوي جدا مع الاستاذ طبعا شعبان بسطاوي اللي كان مسهل الامور بشكل كبير جدا. فانا بشكرهم من خلالك وبشكر كل جماهير مصر اللي دعمتنا، بشكر كل الاعلاميين اللي وقفوا في ظهرنا، بشكرك طبعا اسلام على المداخله دي. ويعني اول ما تقال لي اسلام الشاطر ما ينفعش، انت شرف لينا يا نجم ان انت تكون معانا. والله انت حبيبي يعني وعشت عمر كبيره جدا. الف الف مبروك يا شيتوس، وان شاء الله مبارك لك على ميداليه في الاولمبياد ان شاء الله. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معانا. كابتن وائل رياض شيتوس طبعا نجم النادي الأهلي السابق ومدرب العام.